بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواني أخواتي متابعي موقع من الصوت للبرمجة، في هذا الدرس التاسع من سلسلة دروس مشروع إنشاء مدرسة لتعليم السياقة أو برنامج لتسيير برنامج لتسيير مدرسة لتعليم السياقة. في الدروس الماضية تعلمنا بعض الأشياء البديهية، الآن سندخل في صلب الموضوع ونبدأ بأول قاعدة أو بأول جدول خاص بقاعدة البيانات، جدول مهم وهو الجدول الخاص بالمترشحين أو الممتحنين لنيل هذه الرخص الخاصة بالسياقة، وسنرى كيفية إنشاء جميع الأمور الخاصة بالمترشحين من إضافة وحذف ورشفة وإلى ذلك من الأمور، سنتابعها من خلال هذه الدروس ربما التي ستكون مجزأة إلى أجزاء أو تكون مباشرة في درس واحد إن شاء الله حسب البرمجة. ولن نفتح الدلفي ثم نفتح البرنامج. إذن كما تلاحظون هي البرنامج، سنعمل على الفيش برينسيبال هكذا، نغير الأمر هنا ثم هنا. إذن كما عهدنا الأمر سنضع هنا إكسبونال آخر، والذي به إكسبونال به هنا منيو أو قائمة خاصة بالممتحنين، سنرى كيف نضعها هنا. نف إذن قمنا بوضع اس بي سكين اكسباندر، وضعنا طول له اللي هو 1006 بكسل على 493 حجم الاول، وضعنا له فيزيبل فولس، ها هي فيزيبل فولس، ثم وضعنا له قائمة بوتون بار واحد اللي هي قائمة جانبية على اليسار، اعطيناها 169 على 471 حجم، ووضعنا فيها الأزرار التالية: تسجيل مترشح جديد، في المترشح الجديد نضع قائمة أو نضع إضافة، قائمة المترشحين سنرى بعد ذلك ماذا فعلنا هنا، تعديل بيانات المترشحين والطباعة سنرى ماذا فعلنا، وحذف بيانات المترشحين. هنا وضعنا الديفو فونت، وضعناه كالعادة الديفو فونت، وضعنا دروا سون ارابيك نورمال 9 هذا، ثم أولنا إليها الإيماج اس بي سكين اس بي بي ان جي إيماج ليست واحد التي وضعنا فيها صور 32 على 32 بيكسل لكي نرى هذه هي وضعنا الصور المعبرة تحت هذه الأزرار، سنلاحظ الآن بعد التنفيذ، أولا قبل التنفيذ سنرى أمر هنا، قمنا بهذا البطن هنا، قمنا بالتالي على الضغط مرتين، قمنا ب عدم تفعيل البانل 1 و 2 اللذان وضعناهما، البانل 1 و 2 البانل 1 هو الذي به المدرسة واسم المدرسة وإعدادات البرنامج، البانل 2 فيه الاتصال بنا، والبانل 3 هو الذي به ما نقوم به الآن. المهم بعد ذلك ندخل إلى البرنامج ونلاحظ كيف أصبحت الواجهة
واجهت برنامج الآن كما طلع خروج من البرنامج كما تلاحظون. هنا سنضغط على المترشحين ستظهر لنا هذه النافذة فارغة، لكن ما يهمنا هو الأول يعني هنا كما تلاحظون ستظهر كاملة. تسجيل مترشح جديد هنا ستظهر الإضافة، هذه الصورة التي أضفناها. عند الضغط هنا ستظهر لنا الإضافة، قائمة المترشحين، عرض وطباعة القائمة، تعديل بيانة المترشحين أو تعديل بيانة المترشح، الطباعة، استمارة المترشحين وقائمة المترشحين، يعني استمارة لكل مترشح وقائمة المترشحين جميعا موجودة في هذه المدرسة. حذف البيانات، وضعنا حذف البيانات وأرشفتها، سنلاحظ هنا الطريقة كيف بعد، ورؤية البيانات المحذوفة هكذا. إذن هذا هو برمجة الواجهة هذه. الآن سنقوم بوضع الإضافة، سنرى كيف ذلك. ستكون الإضافة كالتالي، عندما نضيف مترشح يجب أن يكون له رقم خاص به. إذن سنضع نافذة البحث والتأكد من وجود رقم المترشح من قبل، إن لم يكن يوجد يعطينا المجال لحجز بيانات هذا المترشح. إذن سنقوم بالخروج من البرنامج ونبدأ في إضافة الأمور المتعلقة بتسجيل مترشح جديد اللي هي الإضافة. سنرى كيف ذلك. لكي لا تأخذ منا بناء البرنامج يعني الستركتور، لكي لا تأخذ منا وقت كبير، فقط سنضع سنقوم ب يعني بهندسة البرنامج أو بتصميم البرنامج بدون تصوير فيديو هكذا، كي لا تكون هناك فيديوهات طويلة ولا فائدة منها، تكون متعبة. لذلك سنقوم بالتعريج عليها هكذا مباشرة. إذن قمنا بالتالي، نفتح دلفي ثم نفتح مشروع الخاص بالمدرسة أو بمشروع إنجاز برنامج تسيير مدرسة لتعليم السياقة. كما تلاحظون نفتح البرنامج. إذن قمنا بوضع الجروب بوكس الأول. هذا الجروب بوكس الأول الذي به جميع حقول موجودة في قاعدة البيانات الخاصة بالمترشح. سنرى ماذا فعلنا هنا. عندما نسجل مترشح جديد ونقوم بالإضافة ستظهر لنا نافذة، هذه النافذة بها عملية البحث عن الرقم الخاص بكل مترشح. في حال ما إذا أدخلنا رقم موجود فإن هذه النافذة ستظهر بها مساج أو رسالة تحذير بأن هذا الرقم قد حجز من قبل. لذلك وضعنا خاصية الرقم الأحادي يعني الإنيك الخاص بكل مترشح. قمنا بوضع اللابلات هنا، اللابل الأول كما تلاحظون هناك الرقم الخاص بجميع المترشحين، كل مترشح له رقم، اللقب، الاسم، اللقب اللاتيني، الاسم اللاتيني، تاريخ الميلاد، الجنس، ثم لدينا المهنة، مكان الميلاد، الجنسية، رقم بطاقة التعريف الوطنية، فصيلة دم المترشح، هاتف جوال، هاتف ثابت، العنوان، ولاية،
رمز البريدي ورقم الملف. هنا أول داتا سورس كانديدا، وهنا جميع الحقول كما ترون. هنا مثلا رقم الملف يعني نيميرو دو فيش هي كانديدا. إلغاء التسجيل أو وضعنا هنا اثنان زران، اثنان الزر الأول إلغاء التسجيل، معناتها إذا أراد المستعمل للبرنامج إلغاء التسجيل فإنه ستحذف هذه المعلومات المضافة. وهنا سينقلنا إلى النافذة الثانية والخاصة بالبيانات المتعلقة بملف المترشح والدروس النظرية والدروس التطبيقية، ويعني ملف كامل للمترشح. هنا كما قلنا هذه، هنا وضعنا لكل نافذة حجز وضعنا لها سكين داتا، يعني أولناها سكين داتا فورم كي تظهر على حسب السكين المختار الذي اخترناه. ثم الفونت اخترنا لها أوبنتو نورمال 10، هذه الفونتات تجدونها في المدونة، ما عليكم إلا تنصيبها. وهنا وضعنا تيلفت رايت، يعني هنا سيظهر الرقم في وسط أو في الجانب الأيمن لنافذة الحجز. هنا سنضع وضعنا شيء جديد أو كمثل المدرسة، حقول الإجبارية، الحقل الإجباري الأول الثاني الثالث والرابع والخامس والسادس. هنا 6 حقول إجبارية هذه يجب ملؤها، وإلا هذه أو هذا الزر سوف لن يفعل. إذن عندما نقوم بالحجز فإن هذا الزر سيفعل عند وصولنا إلى هذه الست حقول، يعني سنرى كيف فعلنا ذلك ولو أننا في درس المدرسة قمنا بنفس العملية. إذن ماذا سنفعل؟ نقوم في الاون تشينج لكل اون تشينج لكل نافذة حجز، سنضع الأكواد الخاصة ب الفرقات، يعني إذا كان كونديشن، يعني إذا كان إذا كان الحقل فارغ فإن الباطن لن يفعل مهما كان نوع الحقل من 6 أو 7 حقول الأولى. هذا هو، وهذه هي النافذة. الفكرة هي أننا سنقوم بوضع نافذة أخرى ونضع فيها الكونديشن الخاص بالبحث عن المترشح، وسنرى كيف نفعل ذلك فقط لكي لا تأخذ منا وقت كبير في التسجيل. فإننا سنريكم النافذة جاهزة ونشرحها. إذن نقوم بإضافة فورم جديد، وهذا الفورم الجديد نضع فيه ما يلي: صور عبارة عن الإضافة، ثم سبيس كين فيستا جلوبال، هذا يعطينا نجد هنا الاديشنال، ها هو أعطينا هذه الصورة الجميلة أو الكتابة الجميلة. ثم نضع سبيس جروب بوكس للتأكد من رقم المترشح، هنا سبيس كين إيديت 1 للتأكد من رقم المترشح مضاد إضافته. ثم هذه هنا إيماج 1 وضعنا فيها 48 48، وصورة معبرة عن الايرور، ميساج ايرور الذي سيظهر. ثم لدينا الأزرار، 3 أزرار: زر الموافقة على البحث، وزر الإلغاء، وزر الخروج إلى هذه الفور. ماذا فعلنا في البرمجة؟ أولا نذهب هنا فوق تماما، هنا وضعنا بروسيدير كرييت باراميتر، هذه لكي يظهر البرنامج على
على التاسك بار، يعني على لا بار دي تاش، ثم وضعنا implementation، وهنا create parameter البروسيدور قمنا بوضعها هنا للفورم ويت 8، create parameter، وهنا للفورم 8 التي نحن عليها الآن، parameter x style و s x application window، يعني تظهر على شريط المهام هنا تحت في الويندوز. هنا عند غلق البرنامج، عند غلق النافذة، فإن الفورم 4 ستظهر، و سكيم بوتن بار هذا سيرجع إلى والاس بي بوتن بار سيكشن اندكس سيعود الى وضعه الاصلي. هنا فقط لاعطاء البرنامج نظره جماليه فقط، وكيفيه برمجه بعض الخدع خاصه بالبرنامج. هنا وضعنا الفاليديت ستايل فورم كرييت، هنا وضعنا الاس بي سكين ايديت واحد، هذا فقط جعلناه يقبل فقط الأرقام، يقبل الحروف أو يقبل فقط الأرقام. هنا وضعنا متغير سميناه ستايل، وضعناها انتجر. get window long sp skin handler مهما يكون طول الكتابة هنا واحد، فإن الويندو لونج sp skin handler ستيل فور ES فقط نمبر، أعداد فقط أو الأعداد فقط، نعم، حتى لا تختلط علينا الأمور في قاعدة البيانات. وإذا كانت غير أور غير الأرقام فالـ SPSkin Edit Invalidate سيظهر لنا ميساج ايرور، سنراه بعد حين. ثم لدينا التايمر، التايمر الذي هو خاص بالصورة التي تعطينا الميساج ايرور. تايمر في حال وضعنا الماوس على الصورة فإن التايمر سيختفي، يعني الصورة ستقف. وهنا في التايم ماوس ليف، عندما يكون في الماوس ليف هنا، ها هي في الايفنت انتر، هكذا تايمر فولس والليف تايمر نبلد ترو، سنراها كيف تعمل. إيدي تشينج تايمر أن نبلت فولس والإيماج فيزيبل فولس، يعني لا وجود لي أو لا تظهر الإيرور، لا تظهر الإيرور في حال ما إذا قمنا بالكتابة في الإيديت أو غيرنا محتوى الكتابة في الإيديت. ثم هنا وضعنا البطن الخاص بالبحث، في البطن الخاص بالبحث قمنا بالتالي، قلنا له الشرط إذا القيمة الموجودة في الإيديت أن يبحث عليها في قاعدة البيانات أو في الجدول الخاص بالمترشحين، إذا وجدها فسيظهر لنا ساوند ايرور، سيظهر لنا وعفوا مسار قاعدة البيانات هنا، مسار الخاص ب فويس كما تلاحظون، هذا هو سنضعه هنا، هذا هو هكذا، ونضع الاخر ونضع هنا كذلك، هذا هو المسار، ونضع الصوت الذي يبين لنا أن الرقم الذي حجزناه موجود مسبقا، وسنلاحظ ذلك بعد حين. فقط سيقوم ب إذا هنا كان فارغ أو صفر، صفرين ثلاث أصفار
إلى 4 أصفار إلى 5 أصفار، 4 أصفار سنضيف أخرى كذلك إلى 5 أصفار، يعني عدد المترشحين يمكن أن يكون كبير. هنا then begins on كذلك تقريبا نفس الأمر. الآن في حال لم يجد في حال لم يجد العدد وكان العدد غير الذي هو محجوز في قاعدة البيانات، فإنه سيعطينا الأكسس للدخول لمن الحقول الخاصة بالجدول كونديدا هنا insert edit و image file. هنا جروب بوكس 5 هي التي تحمل جميع الحقول، ثم لدينا DB 7 القيمة التي لم يوجد القيمة الغير موجودة، فإنه سيعيدها لنا في أول حقل داخل الحدس سنلاحظه، وهنا سيعطينا set focus يعني الكيرسور الخاص بالحدس سيذهب مباشرة إلى الإيديت الثاني الخاص بالاسم، وهنا هذه هي موافقة الإلغاء. كذلك الإلغاء سيفرغ الإيديت آن ويرجع الكيرسور إلى مكانه، ثم الخروج هنا بالترو سيعطينا سيغلق النافذة رقم 8 هذه الخاصة ب البحث، ويعطينا النافذة رقم 4 اللي هي فيش برينسيبال أو البرينسيبال الخاصة بالبرنامج فارغة، وكل شيء سيعود إلى مكانه. هنا فقط في التايمر سنضع الإيماج هذه 1 فيزيبل رسوة نوت فيزيبل، يعني الكلينيونت يعني تختفي وتظهر تختفي وتظهر في مدة قياسية 15 ملي ثانية أو 15 ميلي ثانية، يعني ثانية فقط في هذا التايمر سيعمل على إخفاء وإظهار الصورة التي ستظهر الإيرور ميساج. الآن نذهب إلى برينسيبال، ماذا فعلنا هنا؟ قمنا بوضع بعض الأمور الخاصة ب الحدس هنا عند العمل بالكيبورد نكتب، وعند الضغط على انتر سينزل الى المكان الثاني هنا او الايديت الدي بي ايديت الثاني وهكذا الى غايه نهايه الحدس. كيف فعلنا ذلك؟ قمنا بوضع ايديت كي بريس هكذا، و اف كي يساوي دياز 13 هذه قيمة الكود اسكي الخاص بالانتر للوحة المفاتيح بالنسبة للويندوز، هذا الكود الذي يساوي 13 بيجن كي رسوة 0 يعني هنا، ثم بيرفورم سي ام دايالوج كي عند الضغط ستنزل الى التي تليها. هنا فقط ننبهكم الى القيمة الخاصة بالطابلاتير تاب اوردر، هنا يجب ان نضعها من الصفر الى غاية مثلا هنا 0 1 2 3 4 5 6 كما تلاحظون التاب اوردر هنا مثلا هنا 0 تاب اوردر 0 ثم هنا التاب اوردر 1 والتاب اوردر 2 هنا الى اخر الحقول الموجودة داخل هذا البانل، في حين عند الدخول الى البانل الثاني فاننا سنعيد من الصفر هنا تاب اوردر 0 ها هي، ثم الى غاية تاب اوردر 7 عدد الحقول الموجودة هنا. ثم لدينا التغيير اللغة، تغيير اللغة هنا عند الايفنت انتر كي بريس عند الايفنت انتر هنا لود كي لود هذا هو كي لود كي بورد لايوت، هذه
القمة الخاصة باللغة الفرنسية أو باللغة العربية، الكود الخاص باللغة العربية بالنسبة للكيبورد في الويندوز. ثم لدينا اللغة العربية هنا، العربية هنا، اللغة الفرنسية عندما نصل إلى هنا سيقوم بتغيير اللغة تلقائيا، يغير اللغة إلى هذه الكود الخاص باللغة اللاتينية سواء كانت إنجليزية أو فرنسية، المهم سيغير الكيبورد وسنرى ذلك بعد حين. فقط هنا سنضع فصيلة فصائل الدم الموجودة في جميع بني البشر لكي تحجز هنا، سنضعها في ليست بوكس ايتمز فقط، بعد سنضعها هنا فقط فقط هنا للتوضيح فقط. ثم قضية الحقول الإيجاب الحقول الحقل الإجباري، قضية الحقول الإجبارية قلنا هذه الحقول 6، هنا الحقل هذا سيظهر إجباريا بالرقم الذي حجزناه في البداية. ثم هنا ماذا فعلنا؟ قمنا بوضع التالي change، قمنا بوضع condition هنا في حال ما إذا كان جميع هذه الحقول 6 الأولى أو 7 الأولى إذا كانت فارغة فإن أو إذا كانت غير فارغة فإن البطن الخاص بالتالي سيفعل العكس، إذا ألز العكس فسيبقى فولس وسنرى ذلك في المثال الذي سنأخذه. الآن سنقوم بتنفيذ البرنامج لنرى إلى أين وصلنا. إذن هو البرنامج أمامكم، ثم أدمين، ثم نذهب إلى هنا المترشح، عند الضغط على المترشح سيظهر لنا ذلك إضافة، هذه سنبرمجها بعد. الآن الإضافة هنا تلاحظون ظهور النافذة، حين نغلق النافذة أو الخروج سيكون الأمر سيم، هنا ستعود أو سيعود المنيو إلى مكانه. الآن عندما نقوم بالإضافة سنلاحظ في حال كان الإيديت هنا فارغ كما تلاحظون هو فارغ، عندما نكتب ستختفي هذه الصورة. مثلا وضعنا الصفر كذلك، صفرين كذلك، ثلاثة أصفار أو عفوا ثلاثة أصفار كذلك، أربعة أصفار كذلك، ولا أعتقد هناك خمسة، نعم أربعة تقريبا. الأمر سيء، ماذا سيحدث عندما نضع المؤشر؟ لاحظوا ستتوقف الصورة ويخرج لنا هذا أو يظهر لنا هذا الميساج أو هذه الرسالة تقول لنا بأن الرقم موجود حقل فارغ أو رقم غير مقبول. الآن نقوم بحجز رقم موجود في قاعدة البيانات، مثلا قمنا بحجز الرقم 1 كما ترون قريبا نفس الأمر. الآن سنلاحظ بعض الأمور، الأمر هنا كويس لا توجد، سنحضرها لكي نضع أو نسمع الصوت. إذن قمنا بإحضار هذه الأصوات، ها هي، سنجرب الآن، مثلا صفر كما تلاحظون أو تسمعون، ها هو. ثم نقوم مثلا بوضع 5 مثلا، رقم محجوز هكذا. ثم لدينا مثلا 6، رقم 6 لا أظن أنه محجوز في قاعدة البيانات، ستلاحظون سيدخل مباشرة إلى الحجز،
سيدخل مباشرة إلى الحجز ونقوم بحجز المعلومات. إذن الرقم الذي حجزناه الذي هو الرقم 6 كما تلاحظون لقد جاء به إلى هنا، وهذا الذي سيدخل في قاعدة البيانات. ثم لدينا اللقب، نكتب هنا مثلا لقب بن علي مثلا، ثم نضغط على انتر فينتقل الى الحقل الذي يليه محمد مثلا. هنا عند الدخول الى اللقب اللاتيني ستتغير اللغة، فنكتب مثلا بن علي كما تلاحظون الاسم محمد، نضغط على انتر ندخل الى هنا. لاحظوا الزر الثاني هو غير مفعل، عندما نصل الى جنس المترشح هنا ونختار، لاحظوا لقد تم تفعيله، لقد تم تفعيل زر التالي. هنا اذا قمنا بمحو اي حقل فان الزر سيذهب او كما تلاحظون change ماذا تفعل كذلك هنا محمد مثلا، هنا بن علي كذلك بن علي كذلك. لاحظوا تغيير اللغة محمد، هنا يعطينا الاكسي الى الذهاب الى النافذة الثانية التي سنبرمجها ان شاء الله. الان نلاحظ هنا تحميل الصورة، أو قبل ذلك سنلاحظ كيف قمنا بعدم السماح بحجز الأرقام، أو حجز عدم السماح بحجز الحروف في الأماكن الموجود فيها أرقام. مثلا هنا رقم بطاقة التعريف الوطنية لا نستطيع حجز الكاركتير نوتوريزي، لا نستطيع حجز الحروف بل الأعداد فقط كما تلاحظون. فصيلة الدم كذلك سنلاحظ بعد ذلك، سنقوم بوضع جميع الفصائل الخاصة بالدم. الهاتف الجوال كذلك، ثم هاتف ثابت تقريبا كذلك. العنوان، ثم لدينا الولاية والرمز البريدي كذلك مثلا، ورقم الملف سنضع مثلا رقم الملف 2016. الآن بالنسبة للصورة، الصورة سنحمل الصورة. الآن الصورة هذه هي صورة افتراضية فقط لتجميل الدي بي ايماج. الآن نذهب للبحث عن الصورة، مثلا سنضع هذه كما تلاحظون، ستختفي الصورة تلك وتأتي الصورة هذه. إذا أردنا الذهاب إلى التالي تلاحظون أن الزر الآن مفعل. الآن إذا أردنا إلغاء التسجيل سيلغي التسجيل ويعطينا الأكسس إلى الدخول إلى الحجز مرة أخرى. سنلاحظ أن 6 غير موجود، سيدخل ويقوم بإعطائنا الفرصة ل الحدث. الآن سنحاول تكبير البرنامج كما تلاحظون هنا فقط، هنا سنحاول وضعها، سنحاول كيف نعيدها إلى مكانها. المهم أن تلاحظون أن الحقول تأخذ العرض الخاص بهذه البانل او عرض البانل التي سنقوم بها الان. سناتي الى هنا وناتي الى انكروس كما راينا في الدروس السابقه. ها هي الان رايت باتم، سنضعها لفت كذلك، و هذه لا نضعها توب نضعها بوتم كما تلاحظون. ونذهب الآن ونقوم بتجريب البرنامج من جديد. عفوا
ها هو 6 موافق، وكما تلاحظون ها هي جميعها، كما تلاحظون هي قضية الأنكروس التي نستطيع بها ضبط المكونات بحسب تواجد على الفورم. فهذا فقط، سنحاول فقط هذه لكي نقوم بوضعها هنا، ليس بطمانته، هذا فقط مباشرة. كما تلاحظون الفورم يأتي وسط الصورة، وسط البرنامج، وكما تلاحظون الأمور عادية جدا. فقط هذه رقم الملف، سنحاول هنا فقط، هنا ليست باتم، هنا طب اتركها كذا. إذن كما تلاحظون الأمور الآن أصبحت عادية جدا، أستطيع استعمال جميع الخاصة بي كما تلاحظون. هنا فصيلة الدم وليس الحالة العائلية، لأن هنا الحالة العائلية لا تهم مثل هذه الأمور، خاصة بالمدارس الولاية، هنا هكذا رمز البريدي مثلا يقطع 5 أرقام فقط، هنا هكذا. ثم الصورة هو نأخذ مثلا هكذا وتالي. إذا سنحاول برمجة سنحاول برمجة التالية أو النافذة التالية التي بها المعلومات الخاصة بملف المترشح في المدرسة هذه، وللقيام بذلك نقوم بوضع جروب بوكس آخر ونضع فيه تقريبا مثل هذه، تقريبا نفس الستركتور أو نفس الأرشيتكتور أو نفس التصميم للنافذة الثانية. إذن كان هذا الجزء الأول، لأن الفيديو أصبح طويل جدا، كان هذا الجزء الأول الخاص بحجز المترشح. سنخصص الجزء الثاني إلى إكمال البرمجة للنافذة الثانية، وستكون هناك دروس إن شاء الله خاصة بجميع النافذة المتعلقة، بجميع ما هو متعلق بقائمة أو المترشحين. من قائمة سنتعلم كيف ننشئ ريبورت، التقارير الخاصة بذلك، طباعة وحذف البيانات إلى آخره. إلى هنا تقبلوا تحياتنا، نرجو منكم التفاعل على الموقع ووضع الردود هناك لنتواصل وتعطونا تشجيعات. لا تنسوا المشاركة في قناتنا على اليوتيوب ليصلكم الجديد، وإعجاب بالصفحة الخاصة بنا على الفيسبوك. تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.